وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الزباري، رئيس النيابة، عضو وحدة التحقيق الخاصة. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، ما هي الفعاليات التي تضمنها البرنامج التدريبي الوطني للمعنيين بحماية حقوق الإنسان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا لله الحمد انعقدت خلال الأشهر الست الماضية فعاليات البرنامج التدريب الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان تحت رعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، بتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية. طبعا فعاليات البرنامج تناولت ثلاث محاور رئيسية تم تقسيمها على تسع فعاليات. هذه المحاور تضمنت المعايير الدولية لحقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية ودور الآليات الوطنية والقائمين على إنفاذ القانون في تعزيز الحقوق والحريات العامة للإنسان. طبعا البرنامج استهدف القائمين على إنفاذ القانون وتطبيقه وأيضا أعضاء ومنتسبي الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من المشاركين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. نعم، ما هي المخرجات المرجوة من هذا البرنامج التدريبي الوطني؟ نعم، طبعا بفضل الله تعالى فقد طبعا نجح البرنامج التدريبي في تحقيق أهدافه، وقد تم التوصل إلى العديد من المخرجات. لعل أهمها هو استمرار التواصل الفعال بين كافة المؤسسات والآليات الوطنية لتعزيز دورهم القانوني والحقوقي في منظومة العدالة الجنائية على النحو اللي راح يضمن قيامهم بأعمالهم وفق الممارسات الدولية المعتمدة. وأيضا من ضمن المخرجات التأكيد على عقد وتنفيذ البرامج التدريبية القانونية والمتخصصة لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، وذلك طبعا سعيا للتطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان وفيما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا لك الأستاذ محمد الزباري، رئيس النيابة، عضو وحدة التحقيق الخاصة، شكرا على هذه المداخلة.